فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض عمال المسالخ عندما يذبح الذبائح لا يسمي الله عليها، فهل يجوز لي أن أكل من هذه الذبيحة؟ ما يباع في أسواق المسلمين ويذبح في بلاد المسلمين كل منه ولا تسأل، ما يذبح في بلاد المسلمين في مسالخ المسلمين فكل منه ولا تسأل، ما كلفك الله بهذا. نعم.